بس الاصل انه يعني اليوم بنشوف شو هي البلاستيك هيستوري. يعني هذا الحكي مش انا ليش يعني انا بدي اشوف شو القصه اذا انا بتعدى على الهند اللي عندي. هي طموح للفاهم، طمع لايش؟ للطمع. ليش بتحملوا اكثر من لازمه؟ يعني انه انا ديزاينر وحط لنا مقدمه لوز عندنا اربع كلمات، يعني بتحمل سبعه ولا بتحمل يعني لايك فانكشن لايك كله طيب. والثاني بس النقطة اللي فوق صارت 100، خلينا نقول 600. هو طلع بايش؟ طلع في الماتيريال. على كل حال رح نوصل للود فاكتور. هذا الحكي اللي حكيناه انه في الالاستيك تبقى الامور اذا انا بشيل الحمل برجع مكانه، لكن في البلاستيك والله انه اذا عندي اندر لود في الاستاتكس بصير عندي هذا الحكي. كويس اتفقنا في الاخر this is ايش؟ طب ليش نحن سي بس؟ اتفقنا انه سي في معظم حتى في السي 10 اضعاف بي ستي. فاذا السي 10 اضعاف بي وانا بالاصل كنت مصمم على اساس ملي وجات مصاري 10 ملي ما بتوقف شيئا. فهذا الكلام to be accepted as our idealization of our idealized system. كيف ماشي؟ هذا هو الان الالاستيك انالست شو بتعمل؟ الليمت اللي عندي في الاناليس شو هو؟ انه الستريس ماكسيموم شو اسمه؟ الليمت الليمت البرفورمانس تبع هذا هو الستريس ماكسيموم حكينا فيه طبعا البرفورمانس تبع شو بتحط عليه على اي لود؟ ستريس لود. طيب الان هذا الكلام وين موجود في الديزاين؟ في الفوتنج ديزاين. ليش الفوتنج ديزاين ماخذ الاساس؟ ما هذول بيكونوا باطل. مظبوط؟ شوف الفوتنج انت لما تجيب الاكس تبعت الفوتنج شو بتقول؟ سيرفس ما بتعرفش وين بيكون دو وين بيكون فور. ليه؟ لانه في تاثير للاوبتوب بنفسه. ليش؟ يعني انا بدي اهتم بمنطق الالاستيك والبلاستيك. انه انا للتربة الالوم اصلا اللي بيجي بعطيك الالوم ستريس بيطلع معه 5 بعطيك الالوم الفاكتور سيفتي معظم اللابس مختبرات شو بيطلع معهم بنسبة ليه شو تخاف ليش تخاف يعني مرة تخيل صممنا مشروع دكتور كان صخر قديش طلع؟ يمكن 900 بلاستيك ديفورميشن يعني دخلت في البلاستيك ريند. اوكي انا بدور على الالتيميت بدورش على السيرفس بالنسبه للون وواضح الديفورميشن الايديزيشن اللي خدناه بطل الالاستيك ريند الاولاني. الاسامبشن اللي حكيناها قبل شوي اللي هو بلين سيكشن بلين سبلين من الكلام هل هو صحيح زي ما اتفقنا اذا كان الدايمنشن اللي عندنا ديب هذا الكلام صحيح اذا كان عندك ديب عميق او شيء موت هذا الكلام ما صحيح هذا بصير طب اعطيني نتائج طبعا بتعطي نتائج ولا طيب اهم نقطه في اللي بنسويه كل يوم بس في المحاضره هاي الكومبريشن بيساوي الكباسيتي اللي الكومبريشن شو بيساوي بس بتنتج انك لا مش صحيح. بالتالي لما بنوصل من
بتصير نحل بدي بلاستيك هنج لا رينفورس كونكريت وبكون معطيك كونكريت قديش قيمته وحديد قديش قيمته رح نوصل لهذا الحكي لكن اوكي بلشت من الاخر انه منطقة الاحمر صار فيها كلها وصلت للسيمنت الايديلايز سيمنت وصلت له بالتالي اللي فوق اوريدي اعلى شيء تكسر صار ينزل لتحت ينزل لتحت ينزل لتحت ينزل لتحت لما وصل عند الوسط شو هو؟ فيش عندنا سبيسز من هون بدك تهنج في الوسط فيش سبيسز طب اللي فوق فيه وتحت فيه وكل ما انا قربت عن الوسط احنا بنفرض انه الايديا انه كلهم سيجمايد لكن لو بدي اخذ كل الستريس ترين دايجرام في بارت اوف اتش دي هارد يعني اصل الستريس ترين دايجرام هي هذا البارت هذا سوفت اند هذا البارت شو هو؟ هارد لسه مش رح يكسر هذا الكلام مش رح يكسر لكن احنا شو بناخذ؟ ناخذ هذا يعني مجرد ما وصل هذا خلاص كسر فبالتالي هذا انا لما بدي اجي عندي هذا السيكشن النهائي ممكن البارت اللي فوق يصير فيه هاردنينج واللي تحت لسه ايش؟ يليد يعني اللي فوق ممكن يتحمل اكثر واضح؟ كويس لا انتبه فيها الان نرجع لها انه عقود حطينا سيجما زد لا سؤال هذا زي ما قلت لحكيته قبل شوي انا بحط عليه 10 و كاين اللي هذا من ميكانيك فورماتيك قايل لي انه اليلد ستريس فور ذيس بيم از 10 وانا قسمت البيم هذا شرائح عشان تبين شو الشريحه اني اول شريحه بتصير فيها ماكسيموم فوق وتحت حسب الاسامبشنز اللي ذكرناها انه نفس اللي فوق هو نفس اللي تحت فبالتالي انا لو بحط 10 ل 10 صار عندي هذا الديفليكشن اذا بدك على ستريس ترين دايجرام هيو هي ليه؟ الترمينز الالاستيك ريدنس عم بتحمل 250 يعني الاصل انه قديش صار عندي الستريس 50 يعني هو يعني ستيل الاستيك كويس يعني ما صار شيء ولا شيء في السكشن من فروم بلاستيك بوينت اوف فيو ليجنا حطينا 50 كيلو شو صار ليه بالستريس دايجرام هي صار 100 ستيل لسه 250 يعني ايه هاستيك طيب حطينا 100 وصل لك كم 150 ستيل هيها ستيل كل هذا الحكي كويس حطينا 200 شو طلع 250 شو يعني 250 يعني الان ماكسيمم الاستريس يعني انا عندي النقطه لو شلت ال 200 برجع فيش مشكله هذا معنى جينا حطينا ال 300 لما حطينا ال 300 وجدنا انه انو الفايبر اللي صار فيه اللي تعدى باليلد وصار ماكسيموم اللي فوق ليش؟ لانه برضو اللي تحت صار 300 يعني قصد المعادي اللي تحت قصد المعادي اللي تحت هاي هي اصلا 250 صح؟ لو هاي ضربت 200 كان اعلى ضربت 250 واللي تحت كلهم ايش اقل هلا هاي النقطة شو صار فيها؟ صار فيها كمان 250 كيف بصير فيها 250؟ انكسرت الان الفايبر اللي فوق هاز بين ييلد شو يعني ييلد؟ يعني الاصل انه الفايبر اللي فوق ييلد وصار يعطيني displacement without increasing stresses بس احنا كل الكلام اللي بنعمله مش هذا idealization اللي هيك بس هذا الاكزامبل البسيط على اساس انه موجود في كل شيء شوي شوي شو صار في 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 المنطقه منطقه البلاستيك او منطقه بتزيد بتزيد وبيحمل لحد الان بيحمل فبالتالي شو صار فولي بلاستيك اذا هاي المنطقه الى ستوك بلاستيك يعني جزء منه
انه الان شو هاي؟ فولي بلاستيك. فولي بلاستيك. شايف فولي بلاستيك؟ يعني الان بدي تعطيني هاي قديش المومنت؟ اللي حكينا طبعا شو كيف بحسب المومنت؟ مش هذاك مربع اللي فوق واللي تحت نفس المربع، فبالتالي اللي فوق بالمربع الاستريس بضربه في الاله. مظبوط؟ يعني السؤال البسيط اللي هان انه صار مربع الاستريس بيساوي فوق تحت، معناته الاريا نيوترال اكسس للبلاستيك ريجن شو لازم يوصل؟ الاريا نصفين، الاريا اللي فوق لازم يوصل الاريا اللي تحت، اللي هو نفس السنترويدال اكسس في حالة في حالة 2 اكسس. صحيح. يعني اذا كان دائما البلاستيك النيوترال اكسس فور الاستيك هو السنترويد. صحيح. لكن للاسف مش للاسف صار اسهل. ليش تجيب السنترويد؟ بقسم الاريا على اثنين بكون هذا هو عندي ايه؟ هذا هو عندي النيوترال اكسس فور البلاستيك انا. صارت هاي اسهل. اوكي. لا واضح انه بعدها شو صار؟ خلص صار انكسرت. يعني صار الفيلر. هاي الفيلر اذا بكون إيه بحكي عن كونكريت، اذا بكون في الفورس كونكريت فيها شوية تاكتيليتي اكثر من يسموه سبيشال سبيشال مونت ريزستنت فريم انترميديت او اي اخر. يعني على اساس ايش؟ على اساس هذا الحكي يكون اقرب للواقع. يعني شو بفرق النورمال عن الانترميديات عن ال مش اسمه نورمال اوردينري والانترميديات والسبيشال شو بفرقهم؟ تقدر تبدي يعني في الديتيلز مش في كمية الهدية في الديتيلز الهدية. إذا الآن هذا الريزلت مش بالسمري. يعني انا عندي الاستيك وسميت سويت بلاستيك ستيج يعني من خلاص هو الاستيك بلاستيك او الاستيك بيرفكت بلاستيك. راح نشوف كمان شوي شو معنات شيب فاكتور شو معنات لود فاكتور من خلال هذا الحكي. كويس؟ طب احنا بديش زي ما حكيت انه هو ممكن يكون ديسجن ممكن يكون مثلث صح؟ ممكن يكون اي شكل. فبالتالي اذا كان هذا الشكل على اساس انه ما هوش سيمتري عنده نون سيمتري وان اكسو سيمتري شو بصير؟ هلا طوله هي في الالاستيك رينج سنترويد مكانه متغير مكان النيوترال اكسو متغير في الالاستيك رينج. طيب هلا الان لما صار يزيد صار طلع اللي قبل اللي فوق 250 واللي تحت 50 يعني هذا اللاين مرق مميز من النيوترال اكسس. لكن مجرد ما صار اللي فوق 250 واللي تحت 100 150 مش راح يمر بنفس النقطة. فبالتالي الاصل الان انه صار عندي منطقة فوق بلاستيك والمنطقة تحت الاستيك أو العكس ما فيش مشكلة. فبالتالي الآن الأصغر هو النيوترال أكسس لإيش؟ للبلاستيك والأحمر هو النيوترال أكسس للإلاستيك. دائما الأحمر للإلاستيك بيكون هو السنترول. إذا حسبت السنترول خلاص. لكن البلاستيك لا بدك تحسب الآلي اللي فوق تساوي الآلي اللي تحت. طول هو إلاستو بلاستيك بتغير. هلا بعد هي ما تغير بيطلع لفوق بيطلع لفوق. بعدين صار اللي تحت واللي فوق اوكي لحد الان مكانه لا بيطلع لفوق يعني بيطلع مع مين يعني النيوترال اكسس للانسيمتريكال شيب بيتغير بتغير لا واضح انه الاريا اللي فوق لازم تكون تساوي الاريا اللي تحت. واتفق مع هذا الحكي انه طيب كومبريشن بتساوي تنشن الأسرق اللي فوق الاريا لازم تساوي. ليش؟ ما هو السيجنال اللي فوق هي كل تحتيه مظبوط؟ تقدر نطلع عن الشكل الان مربع مثلا اي شيء الاريا اللي فوق تساوي الاريا اللي تحت. ليش؟ سيجما واي في اي تساوي سيجما واي في اي. اذا سيجما على اليمين وعلى الشمال يعني من تحت ومن فوق ات از ذا سيم معناتها كان كنسل. شو معناها؟
A يساوي إذا الآن very important one إنه الإلاستيك neutral axis divide the area into two. طبعا أنا كويس إنه أوكي معنى ذلك إنه أنا بديش سنترويد بدي أقسم الأريا لاثنين عشان نوجد إيش ليش توجده ولا مش موجود المومنت أنا بدي أوجد المومنت الآر أو المومنت الستيبل. يعني هذه السمري إنه يعني لو مش موجود هاي أقصى ممكن نفهمها صحيح على أساس حتى في حالة البلاس صحيح حتى على أساس إنه اللي عندي إلاستيك بيرفكت إلى سوري إلاستيك بيرفكت بلاستيك يعني أنا بنحكي عن هاي ماشي لو ضغط كمان شوي ممكن هو في الواقع على البلاس هو في الواقع إنه هذا مو أصلاً إيه مثل فبالتالي بكون احنا نكون زي ما اخذنا الاستيك موينت الاستيك. طيب هذه السمري. طب الان الحكي اللي حكيناه انه في الالاستيك رينج انا بعرف ان المومنت شو يساوي او ستريس شو يساوي اما المره يعني المومنت شو يساوي الستريس مضروب في شيء واللي عام بشكل عام هو النيوترال المومنت اوف النيوترال اكسس على الماكسيمم. هلا في 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 المستطيل المومنت اوف النيوترال شو هو؟ في اتش بي مضمون. طب لو ماكسيمم اتش اثنين اذا في اي شكل الان في اي شكل اذا بتجيب له المومنت اوف النيوترال فور النيوترال اكسس على الواي ماكسيمم بنسموها سكشن موديل هذا وين في الإلاستيك هذا في الإلاستيك. طيب النيوترال أكسس إذا كان عنده أتليست وان ماكسيمم شو هو؟ السنترويد أكسس هو السنترويد أكسس. طيب الآن في البلاستيك أو إلاستو بلاستيك يعني في الرينج بتاخدوا شو من الرسمات على أساس إنه يطلع مع وين النيوترال أكسس فولي بلاستيك استرسلنا شو بكون؟ بكون الاريا اللي فوق شو بساوي؟ اللي قد فبكون اسهل من اللي فوق. لا يعني ان جنرال الان شو يعني ان جنرال؟ افرض انا بدي في سكشن مش هذا يعني هذا صحيح هذا بدي اعبر عن في سكشن شو يعني بدي اعبر عن في سكشن؟ يعني لا هلا في الالاستيك لازم كان هذا شو؟ سنترويد في البلاستيك الاريا اللي فوق شو تساوي؟ الاريا اللي تحت يعني ممكن يطلع لها وتصير هاي الاريا شو تساوي هاي الاريا؟ بس هاي الاريا اللي فوق كيف تجيب لها المومنت؟ عشان ايه؟ عشان هيك مكتوب انا موجود انه هذا الكلام واضح انه المومنت بلاستيك هي عباره عن سيجمنت ليش سيجمنت؟ مو فوق مضروب في ايش؟ في الاريا في الواي اي كويس؟ يعني طب هذا حكي هذا ذا موست كيس تي سكشن اي سكشن الذكي يعني حتى الاي سكشن نفسه ما تقدر تقسمه قسمين الفلانش والواي فبدك تجيب الاريا تبعت الفلانش في الواي تبعتها والاريا تبعت الواي تبعتها اذا الان صار عندي اي سكشن موجود بغض النظر شو الماتيريال تبعته انا قادر اجيب له ايش؟ اجيب له البلاستيك او الالاستيك كبسه او البلاستيك كبسه اعطيني سيجمو واحد اعطيني شيء كيف اجيب لك اياه عشان هيك هذا ما هو ان فيري سمبل كمبيوتر بروجرام اعطيني سيجمو واحد كويس الان شيء اسمه شيب تايب وين الشيب فاكتور؟ قبل شوي حكينا انه انا اذا انا جبت المومنت بلاستيك مومنت الاستيك وحاولت اشوف شو العلاقه بينهم ضربتهم في بعض نقصتهم في بعض جمعتهم مع بعض الان شو طلع معنا؟ اذا بقسم واحد ثاني يا بطلع في يا بطلع اكبر من واحد يا اقل من واحد. طب مين اللي له فيزيكال لينك احسن؟ واضح انه المومنت بلاستيك اكبر ولا اصغر من المومنت الاستيك؟ اكبر إذا معنى ذلك إنه إذا طلع عندي الفاكتور
شو هذا؟ لأنه في زيادة. هذا فاكتور، هذا فاكتور، ما تخافش. هذا السكشن اللي عندنا راح يتحمل أكثر من اللي أنت تصمم على أساسه قبل الكولابس. قبل الكولابس، لكن سيبقى وين؟ بس مش منطقة الأرث من فيها هذا الهافن. صحيح. ما أنا بصمم، ما أنا أصلاً مصمم على الأرض. يعني أنت مصمم على الأرض بلاتفورم فول سكشن. مش فور ذا فول سكشن. أنت مصمم على الأرض بالوين؟ على الفايبرز بس على فايبر معين. ما بتكون مصمم على الفول سكشن. بتكون أنت وصلت لهي، يعني في الستيل بيكون أقرب الكلام، في الستيل بيكون أيديا. شو يعني أيديا؟ يعني أنت لما مصمم أي سكشن لما تصمم الماكسيموم ستريس اللي عليك وين؟ انت بعد مطعم صح؟ عشان هيك في السوق بتروح بتلاقي بيشتروا اي سكشن، شو بيعملوا؟ بقصوا الويب، مش الفلان عشان الويب هيك بقصوا. ليش؟ عشان شكله انه هذا الحكي، هذا اللي فوق، هذا اللي تحت. لكن يا مخصوص ايه؟ يا مخصوص هيك. هلا قصوا دائرة، إذا ممكن كل قصوا بلد إشكالية. مظبوط. بدك قصة دائرة مين هذا إشكالية؟ شو بدك توزن؟ بس إذا قصوها هيك وبقص بكون قاصص هيك. ماشي؟ بعمل شفت لوحدة فيهم. شو بيطلع معي؟ يعني شفت لوحدة فيهم. قصوا هيك هيك. هذه طرف الحال وهي طرف الحال. شو بيعمل؟ بجيب هذه اللي شوي. شو بقول؟ ما بركب الجروف على الجروف، بركب الجروف وين؟ على طرف. شو يطلع؟ شو يطلع عنده؟ معين مفرغ. وين هذا الحكي بيكون بسووه؟ لما يكون المين بتقرب الفوكس هون. ليش؟ لأنه اللي تحت مش اللي مش اللي تحت. الوسط اشتغل وجود بعد واحد. ليه؟ لانه مش مصمم بلاستيك، انا مصمم ايش؟ بلاستيك. طيب هل هذا الكلام مسموح لما يكون على السبورت؟ طبعا لا. ليش؟ لانه انت شو اللي اخذته؟ اخذت من الويب صح؟ طب ما هي الويب عند السبورت شو بدها تشتغل؟ كثير بالتالي مش مسموح لك هذا الحكي. واضح؟ يعني معنى وقفنا عندنا اس فاكتور او بسموه شيء فاكتور، انه اعطيني السكشن مدرس في البلاستيك على السكشن مدرس في ايش؟ في الالاستيك. هذا بالنسبه للمربع شو طبعا؟ واحد ونص. هذا يعني التي سكشن زي ما حكينا انه اذا انت بدك تجمع جمع وصلنا لما يسمى بلاستيك هنج اللي هي ام بي. لا شو الميكانيكال هنج؟ شو البلاستيك هنج؟ الميكانيكال هنج اللي مخيلها من دون ما تبدا شو سوزين هي. شو يعني الميكانيكال هنج؟ هذا هنج شو المومنت؟ زيرو فيش نو مومنت. بس البلاستيك هنج it is a concept. شو المومنت عندها؟ مومنت بلاستيك ام بي. بعدها عند الكولابس بتصير هيك، بس البلاستيك هنش المومنت عندها قديش؟ ام بي. عند الاكسيدنس شو بتصير؟ بتصير هيك. يعني الاصل ما رجعش، 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 ما رجعش
لأن البلاستيك شو معناه؟ إنه عند النقطة هاي هو كسر هاي هذا ما انكسر، لكن ضل إيش؟ ضل ماسك في بعضه. هلا المومنت اللي كسره شو هو؟ if you exceed it شو بصير؟ بصير ما يسمح. لأن هذا مثال أبسط منه، يعني مرات بنمسك سلك بصير بنقطع شو هيك بنقطع شو هيك بنقطع شو هيك في حال إنه أنت شايف إنه صارت أنت يطعج بدون to apply any force لكنه ماسك. يعني انت هي صار بس هو ماسك. This is a plastic edge. يعني هو ماسك ما انكسرت، لكن no need to apply any rotation عشان يلف. اذا معناته صار ايش؟ ميكانيكال صحيحة. ميكانيكال شو معناها؟ انه انت ما بدك مومنت عشان تلفه، هو اصلا ايش؟ بلف لحاله. هاي بعد ما نوصل للمومنت زي ما قلتوا الميكانيكال هينش ريزيست زيرو مومنت، بس البلاستيك هينش قبل ما يكسر تماما شو بتقول عند المومنت؟ المومنت مو بلاستيك، يعني اضعف مش بشكل اضعاف اكثر من المومنت العاديه. هذا اللي حكيناه كومبريشن بتساوي تنشن. اوكي الان سي بتساوي اي، معنى ذلك انه كومبريشن بتساوي تنشن. اذا كان النيوترال اكسس زي ما اتفقنا نقسمها على اريا اثنين، هذا معنى ذلك الكومبريشن يساوي تنشن يساوي اريا اثنين في سيجما واحد. طيب اوكي، اذا الاريا اثنين مضروب في سيجما واحد معناته انت هذا الحكي بيهمنيش انا الاريا، بيهمني ايش؟ الواي. مش الاريا في الستريس تساوي كومبريشن، شو كان جروبها؟ واي في الواي. يعني الار الأربعة مش شرط يكون مساوي، متى يكون مساوي؟ يكون عندي أكسوس من التو أكسوس اللي هو ربع متساوي، أما أي شيء آخر مش متساوي. عشان هيك واي كومبريشن زائد واي تنشن. أوكي، إذا هي ضلت سيجما واي مضروبة في كوفيشن، كوفيشن هذا الكوفيشن. إذا أنا حطيت واعتبرت إنه الشيب فاكتور عبارة عن مومنت بلاستيك على المومنت العادية، أنا ممكن أقول بدل مهومة إلى سيجما واي متساوية، هو شيء فرق. يعني بطل يعتمد على الستريس، صار يعتمد على إيش؟ على السكشن. إيش هذا المربع اللي أوجدناه من شوية؟ هذا الدايرام. من دايرة نفسها فوق الدايرة. مضبوط؟ والله الدايرة طلعت 1.7 يعني أحسن من المربع. المثلث عادي كويس. المثلث شو طلع عندي؟ طلع عندي 2.347 كويس. يعني لكن الاكسبيريتي في انك تسوي مثلث مش سهل، لانه اسهل شيء تسوي مربع. يعني اقول لك سوي كل البيمز عندك دوائر، الكورة بتعمل بتصبها من فوق لتحت بتصبها انجكشن باي انجكشن. لا الاي سيكشن هاي نعم واحد واحد يتراوح بين 1.1 ل 1.2 تقريبا حسب الفلانج والمربع، بس على الاكس الثاني بيكون قريب من المربع واحد ونص. صحيح ليش؟ لانه شكله يعني اكثر فلانج اكثر. اعلى شيء اعلى شيء مين في اعلى من المثلث؟ لا أنا مثلث الشيء، بس أعلى إشي في شيء في شيء ممكن يكون براكتس إيه اثنين في إشي اثنين اللي هو البوكس. لا دائرة لا المربع نفسه بس لفه يعني يعني هذا شو بدك تلفه يعني سنة لفه يعني الأكس هو روتيشن هذا هو نفس الروتيشن هذا، بس هذا في الواقع تساوي يعني هي مربع هذا المربع هي مثلا لفه هيك وخلي المومنت على نفس الاكسس
ما تلفوش يعني المومنت ميت اكثر من المومنت على كل حال. بعدين في شغله ثانيه اللي هي ممكن تلاقي في الليترشر شيء اسمه لود فاكتور. يعني في شيب فاكتور وفي لود فاكتور. عشان الشيب فاكتور واضح انه يعتمد على الشيب، على اللود فاكتور هو اعطيني المومنت بلاستيك على المومنت مش الهيل على المومنت اللي موجود. يعني لو بدك تجيب انت تروح على الايتامز ممكن يعطيك سمري، من السمري يعطيك حيطان 1.1 1.2 اذا كان 1.1 شو بيعمل؟ اذا فوق الواحد شو بيعمل؟ بتروح يا حمرا في الايتامز لما تسوي ديزاين الاحمر بتروح كله سمري بعطيك شيء له اكثر من واحد 1.2 1.1 شو هذا؟ موجود فيك الرسمي اللي موجود على قديش بتحمل مزبوط، بس مش بلاستيك. لا يعني بلاستيك ومعظمهم شو بكون 0.4 0.2 بكون بعطيك اياه الوان كل ما اكثر من الاحمر الزائد هذا البنفسجي بتكون 0.9 شو هذا؟ هو اصلا السكشن هو عارف قديش الكباسيتي وعارف قديش فبالتالي اللود فاكتور بكون عليه. مقارنة إذا بنقارن احنا بنعرف اللود فاكتور السيف اللي خدناه في الميكانيكس والميكانيكا شو هو؟ اللي هو بالعافية يعني ما هو بالعافية ممكن تكون انه يجيب ستريس على الورك ستريس شو بعطيه؟ بعطيك فاكتور السيف اللي هو اعلى من واحد. طب في البلاستيك بطل اسمه فاكتور شو صار اسمه؟ لود فاكتور. بس الامور ما زالت زي ما هي. الان هذا راح اخلي لك الحصه الجايه اللي هو ميكانيزم الفيلر اللي اول ما بلشنا بلشنا فيه. مشان بدي ارسم لود كير يعني معنى الاخر بس بشكل سريع يعني الثاني هذا سلك وانا بطعش فيه بطعش فيه بطعش فيه وصل لنقطة انه لف ما بطعش شو هي لف ما بطعش فيه؟ هذا لف ما بطعش فيه هذا زفريت روتيت هيدو وهذا زفريت روتيت. الان هذا شو صار عنده؟ بلاستيك مش هيك شو صار عنده؟ كلها خلاص انتهينا. ليش؟ لانه هو اصلا ديتيل هيك هو اصلا ديتيل. انا لو مسكت هذا هيك مش هذا هيك خلي هذا يصير شو مش بضل استمر يعني ما عم بيرفع هذا شو صار صار هيك هذا استمر ولا استمر هذا اللي بنحكي فيه بالضبط يعني فور بيمز للبيمز للفريمز يعني بشكل هاي البيمز هاي الفريمز بنمشي عليهم واحد واحد بنشوف سيناريوز شو يعني سيناريوز يعني لما بصير عندي كولابس مين اللي بصير عندي قبل طبعا بنحل عليها اسئله وبنشوف الاكسبكتد فيلر ميكانيزم يعني هذا جزء بسيط من هذا شابتر ثلاثة إذا اللي متابع شابتر واحد واثنين اللي خلصناه اللي ما يسمى بلاستيك إن شاء الله. هذا بنحكي فيه الحصة الجاية اللي هو effective axial load
بندي. بس البندي يعني فوق سلاوين انت يكون في عندي كومبريشن او تنشن بزيد ال صحيح. صح بتكلم بشكل بسيط مش كثير. اوكي هذا بكون شابتر 2 مع شويه اسئله مجملات. فبكون الكتاب بدي اشوفه المكرر اللي بتبع هذا الكتاب بكون المفروض شو خلصنا شابتر 2 يعني صفحه يعني شوف انه اذا يو ار فاميليار معناته ماشي معنا. اذا يو ار نوت فاميليار ماشي سألني يعني قول لي هذا شو ما شفناهوش مكلموش معه. فبالتالي يعني انا شايف انه هذا الكتاب اسهل كتاب. بس في كتاب اخر بيشتغل ماتريكس اناليسيس الصفحة الاولى في سودا اسمه فورستين بلاستيك اناليسيس ديزاين فورستين الصفحة الاولى كلها شفت اول شابتر ستيفنس بيحكي عن ستيفنس. انا متاكد من الباك جراوند ان ستيفنس مش مسام خاصه كريم ما خطوش بخير ما خلوش ستيفنس كان بتاع لا اي سنه انا مين خدت ستراكشر اثنين مين ما انت ما خدتش خدت من هون اصلا بيحلو معناته شوف مش مهم كفكر اعطاه بس كان كده بصعب اقول لك عشان هيك لما نوصل لهذاك الشابتر اللي هو بالاصل في اسئله محلوله بشكل بسيط بس محلوله بطريقه انا اعطيتها استفسار اثنين انه شكل الاستفسار ماتريكس دايركت يعني بشكل سريع جدا نكتب الاستفسار ماتريكس على اللوح. هلا اللي اخذه من الدكتور شاكر او عماد تهام بشكل الاستفنس ماتريكس عن طريق الاستفنس ماتريكس لكل منظر بعدين مجموعه. وهذا الكلام باخذ وقت كثير ومش راح يساعدنا في اكثر حاجه بس وصلها براجع كل اللي لازم نراجعه عشان هيك انا حسن اجى من عندي أول مرة بعطيهم أبل كورس بكل ماتريكس بكل إيش ماجستير هي كانت مادة بونص بستراكشر كورس يعني ما خدها لأنه الدكتور الدراسي اللي في على كل حال راح نشوف لها الأكل زائد في شغلة بسيطة راح أرجعها اللي هي ما يسمى الفيتامينسي لأنه الآن مثلا بصير كولابس والميكانيزم اوف كولابس ده شوية تقول لك فهلة وبس بدها شوية ستراكشر اثنين انه هذا مثال بسيط شو ممكن يكون معه شو كيف ممكن يكسر ولكن يو هاف ا مومنت ماكس يعني ممكن يكسر تحت البي اللي هو هذا فوق او عند الفوق بدها تكسر تحت البي ولازم يكسر هناك ويكسر هناك عشان يوصل ستابيليتي يعني في الوصل ستابيليتي لازم يكون كاسر عند الحبر اللي هون والحبر اللي هناك وهي عشان يصير انستيل او السلام الثاني انه هيك هناك عند البن اللي هو دي اللي روتيت هي فري روتيت فبالتالي هذا السكند سيناريو. طبعا هذا الكلام راح نمشي فيه مش بس ل بيم راح نمشي فيه وبعدين هذول رسمة البن بشكل سريع وبشكل برجع لكم الفريم هذا الميكانيزم تبعه ليش كسر في الوسط كسرش في الجانب هذا يحتاج ل 2 انشز ممكن تكون 2 انشز وين على شو ممكن يكون بالوسط وين على اي اساس كل هذا راح نحكي عليه اي هذا الميكانيزم فيلر الاول هذا الميكانيزم فيلر الثاني هذا الميكانيزم فيلر الثالث على اساس انه بنمر عليه مساله محلوله بنمر عليهم شوي شوي فبيكون هذا اللي هو شابتر رقم 3 يعني هذا بيكون شابتر رقم 3 في المادة واعتقد بعد هذا الشابتر بغض النظر شو بدنا ناخذ او متى ومتى بدنا نحدد المتر خلص خلي المتر كمان بعد ما نخلص هذا يعني بغض النظر بنتفق على المتر ما
متى بدنا نسويه؟ المهم انه هاي الماده هي المطلوبه. وقبل ما اعطيكم اسئله بصراحه او احتمال اجيب لكم اسئله سنوات سابقه، يعني هذول الناس اللي سنوات سابقه طب الان عشان بس نتدرب على شغلين، انه بدنا الشيب فاكتور حسب المفروض هذا وهذا وهذا، بدنا الشيب فاكتور شو اللي بتخونها مشان او بلاش درايف شيب فاكتور المربع اللي حللناها والدائرة والمثلث والدائرة كويس؟ هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاث وهذا أربعة، على أساس إنه هاي بتكون إيه أو إتش، مش مشكلة فيها. ليش؟ بتقدر تلاقيها لو بفتح بس أنا بدي إيش؟ بدي من هذا يوم الثلاثاء نضل يعني اللي خدناه على أساس إنه طبقها على شغله وخدناها هون. يعني ناس شو؟ هم كذول خمسة جبنا شيء درايف شو يعني مش جبنا النتيجة؟ لا اشتركهم ماذا؟ وش؟ اشترك هذول على أساس إنه هم معروفات، ولو تفتح الإنترنت تلاقيهم. مثلا أنا بفضل إنه كل واحد يشتغل. أقول لك شيء من الإنترنت، لا بس المهم نطلع على هذا. ليش بفيدنا؟